باش نحكيو على الماء الأزرق في العين، وإلا اللي يعبروا عليه بالجلوكوم. يقول المختصين أنه من الأمراض اللي تمس الأعصاب البصرية ومؤشر على بداية تلفها تدريجيا نتيجة إصابة العين بعديد من الأمراض، منها ارتفاع ضغط العين وقلة التروية الدموية للأعصاب في العين. تبدأ الأعراض في الظهور، وإذا ما يكونش فما تدخل للعلاج، وخصوصا نأكد ونعود ديما على العلاج المبكر، تنجم تكون النتيجة خايبة وحاجة لا يحمد عقبها. نحكي اليوم على الماء الأزرق في العين، وضيفتنا طبيبة العيون سلمى هرابي. صباح النور. صباح النور. صباح النور. لاباس عليك؟ نترحم على شهدائنا كما كنت تقول. تعيش وترحب. ولا ولا دونك قبل حكينا على الماء الأبيض، اليوم باش نحكيو على الماء الأزرق. شنو معناتها ساعة الماء الأزرق في العين؟ الماء الأزرق في العين هو مرض مزمن ونتيجة الضغط في العين، ويسيب العصب البصري، يسبب تلف في العصب البصري متاع العين. دونك هو مرض مخطر، على خاطر ما فماش دي سامبتوم، ما فماش أعراض. المريض ما يحسش بأعراض، يمشي المرض هذاك ويمشي ويتطور بشوية بشوية، خاطر يسيب الملول يمس الجوانب تاع العصب البصري، وبعد يمشي يتطور بشوية بشوية حتى لين العصب البصري يتلف كومبليتمون. ساعات يخلي لين نولي ساعات واحد يرى انيماج تيبولير، معناها يرى في الاخر. هو ما نجموش نقولوا مرض معناها ايغو، خاطر هو في الجلوكوم ولا الماء الازرق فما برشا انواع. فما الماء الجلوكوم اللي يجي دو مانيير ايغو، سكون ابيل الجلوكوم بار فيرميتور دو لانغ، اللي الزوايا تكون مغلقه ويكون حاد، وهذاك الناس يجيهم وجيعه في الراس كبيره برشا، والتونسيون تبدا طالع اكثر من 50 طالع برشا، وهذوك من الناس اللي بطبيعتهم مش يمشيو اون ايرجونس، خاطر معناها وجيعه الراس ما تتحملش. وفما اللي يجي عند الصغيرات لو جلوكوم كونجينيتال، اللي هذايا اللي يعملوا له معناها دياغنوستيك بريكوس دي لا نيسونس، معناها نتاع الصغير، معناها وقت صغير يتولد الاعراض نتاعو تبدا ظاهره، نشوفوه وتبدا العين كبيره، القرنيه الدياميتر نتاعها كبير، وفما تونسيون كبيره، ساعات فما بياض في العين. بون هذاك سي حاجه اخرى. باهي دكتور، اذا كان ما فماش اعراض للماء الازرق في العين، كيفاش العبد يفيق باش يمشي للطبيب ولا باش يمشي يزور طبيب العيون؟ جوستومون هو يمس العباد اللي عندهم ضغط في العين، اي، ويمس العباد اللي اكثر من 40 سنه، اي، ويمس العباد سورتو اللي ياخذوا في لي كورتيكويد، اي، حكينا عليها المره الاخرى شويه، وقلنا الامر اللي يعملوا سواء يعملوا اوتو ميديكاسيون وحدهم، والا الناس اللي تاخذ في الدواء الانترم، سورتو تاخذ في الدواء كولير تقى يعاود 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 ياخذ في الدواء، يعطوه له الطبيب مره، خاطر نعطيو الكورتيكويد مره بالمراقبه. فما ناس تقول لك براني المره ذي، يقعد ياخذ 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 حتى يعمل جلوكا. واو، حتى لين يموت. فما اللي مالادي كارديوفاسكولير، معناها الامراض اللي عندهم القلب كيما السكر، اي، كيما لي بوتونسيون، اي، دونك هذوما هما اللي مرشحين باش يزوروا اكثر، باش يشوفوا رواحهم ويتستيو نفسهم، بما انه فما الوراثه سامح، وفما جانب من الوراثه. دونك هذه هي الاسباب نتاع الماء الازرق في العين. في العين. فوالا، العلاج نتاعها كيفاش يكون؟ العلاج نتاعها اول حاجه ساعة لا بريفونسيون، شوية لمحة على معناها لبو بريفونيغ، خاطر يلزم للناس اللي عندهم جانب من الوراثة عنده جلوكوم في العائلة، أي، سي سيستيماتيك، يلزم هذوما يمشيو يعديو ويقيسوا الضغط ويشوفوا العصب البصري نتاع العين ممسوس ولا، وفما لو شون فيزويل، وفما لو سي تي باش نشوفوه من بعد، والواحد الكل. فما اللي أكثر من 40 سنة ما فيها باس يتفقد روحه، إنسان كل 3-4 سنين يتفقد روحه باش يقيس الضغط نتاع العين. فهمت؟ دونك هذوما لي بو بريفونيغ، معناها ساعة أول حاجة. إي. و بور لو تريتمون، سي أن تريتمون أفي. معناها مدى الحياة أون فيت. تريتمون ما يبريش، هو يولي مرض مزمن. هو مرض مزمن كيما السكري، كيما ليبرتونسيون، الكل مش ناخذوا قطر. فما ناس تحقر القطرة،
يقول لك اوه مشيت للطبيب وعطاني قطره قداك حكايه فارغه وفما فما انا حسب تجربتي عندي 20 سنه بريفي نعرف اللي فما برشا قطر يقول لك يجيني يجيك يقول لك يجيك يقول لك طالب حاجه اخرى لانه يعني مريضه الطبيب عطاني قطره كهو حكايه فارغه واللي هي القطره هذيك كانك انت عندك اعمده نتاع داله معناها هذوكم الركائز نتاع العلاج على خاطر هما سواء فما زوز انواع نتاع قطر سواء اللي يمين لا سيكريسيون والا الفافوريز لا معناها الواحد الماء هذاك اللي يتكاثر في العين باش نجمو نخرجوه بسهوله. دونك التريتمون فما قطر نعطيوهم اي افي من الاول نعطيو قطره برك وبعد سولون الحاله نتاعو سولون ليكليبلاسيون نتاع التونسيون نتاعو مع لي كونترول كونتينيو باش نشوفوا اذا كان الضغط نقص دونك حسب الواحد نوصلوا حتى الاربع انواع نتاع قطر مع بعضهم عندنا قام كبيره برشا ما تتطلبش عمليه الحكايه تتطلب عمليه في ماهوش في الحالات الكل اول ما نبداو بالقطر ونشوفوا ليكليبراسيون نتاع التونسيون نتبعوها اذا كان بيان ايكيليبري وما عندوش مشكله وهذيك دي كونترول نتاع الفوندوي نتاع العصب البصري وكونترول لي زوسيتي وشون فيزوال ونلقاو اللي ستابل وما عندوش مشكله يقعد بيان ايكيليبري بالتريتمون نتاعو ما نلتجئوش للعمليه نلتجئوا للعمليه وقت اللي ماهوش ايكيليبري معناها مالغري التريتمون اللي عطيناه مالغري القطر اللي نعطيو فيه والمريض ما باقي التونسيون نتاعو ماهيش مريقله دونك نلتجئوا للعمليات الجراحيه دونك هذا هو اخر حل هو العمليه الجراحيه. باش نسالك سؤال خارج موضوعنا. اكلي نبداو نحن نفركوا في عينينا عرفت؟ انا واحده من الناس هكا نعمل جو كي نفرك عينيه نحس روحي نتفرهد. هو مش به. مش منصوح به، علاش؟ مش منصوح به. اول حاجه الفركان برشا للعينين اون بو فراجيليزي القرنيه، معناها الناس تولي مهيئه باش تعمل القرنيه المخروطيه الكيراتوكون. اي. دونك الاكثر يمس القرنيه نتاع العين. دونك اكل المساج هذيك الصغير نتاع يطيح الشوافر هذاك حاجه اخرى سيغ البلون سي تي مره قداش واحد يعمل هكا سي ما يطيح لك ليه مش مره بعد قداش الناس اللي تفرك ديما تفرك ديما ماهوش باهي خاطر سافراجيليز القرنيه ويكون سبب من اسباب القرنيه المخروطيه الكيراتوكون هي معناتها ياسر الصغار يعملوها حتى لي بيبي معناتها تنجم تسبب الجلوكوم الفازهيلي لا بور لي بيبي سي اوتر شوز لا ما تسببش الجلوكوم عند بيبي اللي اي تسبب معناها اما كيما قلت لك هو سبب نفسه اما اذا كان صغير يفرك برشا في عيني الفو فوار سبب علاش الفو ليكزاميني نشوفوا نجم يكون ناقص النظر اي فهمت خاطر نقص في النظر بيدو وتنجم يكون عنده حساسيه خاطر ساعات نقص في النظر فما ناخذوه مثلا يقول لك عنده حساسيه وصغير تلقاه نقص في النظر دونك اون دي كوز دي سامبتوم ولا دي واحد نقص في النظر تلقاه صغير سورتو عند الصغار انا مش نحكي الكبار تلقاه ديما يحك في عيني وقت الفو كونسلتي نشوفوه واش ناقص في النظر النصايح دكتوره النصايح الفو اللي عنده ساعه اول حاجه نبداو بالاكثر اللي موجود واللي العباد الكل معناها براتيكمون ماهيش واعيه به اللي هو لي كورتيكويد تريتمون لوتو ميديكاسيون وديما نركزوا عليها اللي لوتو ميديكاسيون من 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 اخيب الحاجات اللي نجم يعملها المريض خاطر كيف نعطيه دواء ولا الطبيب يعطيك دواء بور مده معينه تستعملها لمده معينه واذا رجعت لك نفس الحاله ترجع لطبيبك وتشوف معاه ما يلزمكش تاخذ وحدك دواء لكورتيكويد خاطر تسبب من اسباب تعمل الماء وتعمل الجلوكا زوز والماء الازرق والماء الازرق راهو مخطر خاطر اذا كان الحاجه اللي تموت ما عادش ترجع خاطر الخلايا نتاع العصب البصري اذا ما تموت فيها جزء يبدا يموت بشويه بشويه اللي مات ما يرجعش ما عادش ترجع توصل تدي للعمى في الاخر عافانا وعافاكم الله والعين من اهم من بين النعم اللي ربي عطاهم لنا زاده والنظر من اهم عليها. النعم الله دونك لازمنا نستحفظوا على عينينا ما نستهنوش وما ناخذوش دواء من ريوسنا سورتو هذا بالنسبه للكورتيكويد بالنسبه للصغيرات سي ان اكزامان سيستيماتيك تاقع وقت الولاده دونك وقت الولاده معناها اكيد فما طب نتاع صغار يشوفوهم معناها دونك ينجموا يعرفوا اللي كون القرنيه تبدا كبيره برشا العين كبيره دونك هذاك يشوفوهم انا عملت عمليه نتفكر للبنيه عمرها ثلاثه جمعات ثلاثه ايام
حميم عندها الماء الأزرق في عينها. وعندك الناس اللي أكثر من 40 سنة كما قلت لك ما فيها باس يتفقدوا عينيهم، ما فيها باس كنترول، واللي عندهم السكر، واللي عندهم فورت ميوبي يعني ناقصين برشا في النظر، واللي عندهم السكر، واللي عندهم الضغط، واللي عندهم ليبوتونسيون زادة. هذوما الناس كل معناها اون فيت كي تجي تشوف الناس كل معرضة، ما فماش واحد معناها الناس كل ما فيها باس واحد يتفقد عينيه. مادام ما فماش اعراض سورتو للناس اللي فاتت، الناس اللي عندهم يعملش اعراض تكون شي في كي ما ينفقوش به، في تدهور الحاله، تدهور الحاله، سارق البصر اون فيت بالعربي، يسرق البصر ما غير ما تشرق ما نشعره، على خاطر هو يبدا بالاطراف نتاع العين وبشويه بشويه يبدا يفيق لو شون فيزويل، يفيق حتى لين يولي في الاخر عاد معناه في ستاد فينال، وقتها مشكله كبيره. اوكي، ميرسي دكتور سلمى هرابي طبيبه العيون، شكرا جزيلا على حضورك وعلى تخصيصك للوقت لينا.